السلام عليكم. باستخدامك التطبيق واتساب لفترة طويلة من الوقت، من المحتمل أن تجد أنه يكلفك الكثير من مساحة التخزين يعني المتاحة على جهازك، وللتحقق من ذلك عليك سوى إلقاء نظرة هنا في هذا المكان، تقوم بالضغط على 3 نقاط Say thanks، نعم جيد. بعدها هنا نذهب إلى هذا المكان Storage، بعدها نذهب إلى Manage Storage. هنا في هذا المكان يمكنك أن تقوم بحذف جميع الصور والفيديوهات باختيارك والتي هي فوق 5 ميجا بايت، فهذا جيد، يعني يريك ما هي الفيديوهات اللي فيها يعني سايز أو يعني الحجم كبير جدا وتقوم يعني بحذفه، وهنا يعني تقوم بتقليص يعني المساحة الخاصة بك. نعم جيد، هنا نقوم بالضغط، شاهد هنا يعطيني هنا الصوتيات، أولا الصوت اللي فيها يعني فيها 2 ميجا 3 ميجا، يعني كل هذه يعني يمكنك فقط عمل سيلكت هكذا وتقوم بحذفها. اوكي نعم قام بحذفها. ايضا هنا في هذا المكان نجد الصور والفيديوهات اللي فيها 5 ميجا بايت الى الاعلى كما تشاهد، كلها فيديوهات وصور. ايضا كل تريد ان تقوم بحذفها فيمكنك ان تقوم يعني بحذفها كلها فقط بالضغط على سيلكت اول، او فقط تختار واحدة تلو الأخرى وتقوم بحذفها بالضغط هنا على يعني هذه العلامة. نعم تم حذفها بدون أي مشاكل، وهنا تقوم يعني بتقليص المساحة، ويعني كل هذا لكي تجعل يعني الواتساب الخاص بك أن يكون خفيف نوعا ما. نعم، وأيضا المساحة تقوم بتقليصها كي لا يكون لك أن يأخذ لك جميع المساحة الخاصة بهاتفك. أتمنى منكم الضغط على زر لايك، ولمن لا يشترك في قناتنا قلعة الشروح لكي تتوصلوا بكل جديد. شارك هذه الفيديو مع أصدقائكم. دمتم في أمان الله.